احنا قادمين على كارثة بيئية لا قدر الله، انه الاشكاليات الموجودة مطروحة منذ مدة طويلة، ولكن ما لقيناش حتى معناتها بوادر وإرادة لإيجاد حلول ولتشريك البلديات في إيجاد الحلول. على المستوى المركزي الإدارة تخدم بانقطاع تام بعدم تواصل مع البلديات في إيجاد الحلول. واليوم نلقاو روحنا قدام زوز إشكاليات. اليوم المصب وصل للمرحلة معناتها نتاع ساتوراسيون كومبليت، ما عادش ينجم يقبل حتى شيء نفايات، وقدامنا إيشيونس نهار 31 ديسمبر 2021 تعهدات من معناتها السلطات الجهوية والمركزية والبلديات بإغلاق نهائي لمصب عقارب، على أساس أنه يوقع البداية البدء في إنجاز وحدة المعالجة الجديدة اللي باش تكون في ضيعة زروق معناتها في المنطقة بين عقارب والمحرس. هذايا لليوم ما صارش. عندنا مشكلة متاع الوضعية البيئية المصب المراقب بعقارب، هو أن توقفت اليوم الاستغلال متاعه، لكن ثم حلول معناها عاجلة، هو أن هي طاقة الاستيعاب متاع الخانة المستغلة تو استوفت، لكن النجم نضيفو لها بندون شهر آخر، معناها نزيدو نشيعو في الليتاج متاعها معناها شوية بشوية أمور فنية ما بين لونجاد وما بين الشركة المستغلة، ومانطون نستنو معناها لورد سيرفيس متاع استغلال بين الخانتين، هي خانة واحد وخانة اثنين باء، هو نستنوا في اللورد سيرفيس على النطاق المركزي باش الشركة تقع استغلال التركزي وكذا، ومامتون الشركة تبدأ تستغل بعد شهر نجموا النفايات هذيك، نجموا معناها نستغلوا التركزي اللي تنجم تشدنا عام ونصخ. احنا كبلدية عقارب رسلنا البلديات علمناهم انه نذكروكم بانه في موفى شهر ديسمبر 2021 راهو مش يقع غلق المصب، متمسكين كبلدية عقارب بضرورة احترام هذا المحضر الاتفاق هذا. ما نعرفش بالنسبة للحلول الأخرى شكون مسؤول على النفايات، الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات هي اللي عندها مسؤولية الفضلات، هنا ما قدمناش، دونك المسؤول الوحيد هو الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. محضر الجلسة نصح عليها الوكالة الوطنية، السلطة المركزية والإدارة الجهوية. احنا من أوت 2019 قلنا الفياندرا لوجور راهو البلديات لازم تاخذها على عاتقها، هذا مش متملل المسؤوليه مي، حتى احنا بعد راهو مش نكونوا معاه في لاسونس تكنيك، مش وديجا هيك الدور نتاعنا لازم البلديات تبدا في عمليه تثمين نفايات نتاعها عن طريق مشاريع، يا اما انتر كومينال زوز اربع خمسه بلديات بعضهم يعملوا ميني بروجي تاع تثمين، والا حتى بلديه واحده اثنين تعمل ميني بروجي لهنا. وعلى حسب علمي انا برشا وخيان زاروا البلديات واقترحوا مشاريع في المضمار هذا، لكن ما نعرفش شنو مدى التقدم تاع انجاز اشغال هذه، والقانون يسمح لهم في مجله الشغل المحليه يسمح لهم باش يبرموا صفقات كيما هذه تعنى بتثمين النفايات على مستوى البلد وعلى مستوى التجمع البلديه. به نجيو لكاس بيس تو هذا، احنا لهنا ماناش مش نعطي مبررات ولا مش نتملص، لكن ثم ظروف معينه، عندك جائحه تاع الكوفيد اللي ضربتها تو عندها عام ونص، اللي في بعض احنا خلتناش حتى باش نتقابلوا ولا باش نتلمدوا، حتى مرات تلمدوا مجموعه ديما النصاب مش متوفر في مجموعه اخرين. اللونجيت خدمت من فيفري 2021 على الموضوع هذا في تحذير، معناتها الصفقه هذه للتوسعه نتاع المصب والا لدراسه غلق النهائي للمصب والتصور النهائي ليه، والا حتى لدراسه نتاع الوحده المعالجه وتثمين النفايات، هذا الكل من افريل حاضرين.